مقطعنا هذا سوف أشاركم جميع تسريبات غدا الخميس الأسطورية وحملة جديدة خرافية. أتمنى منكم إشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس يا إخواني الكرام للوصول إلى 60 ألف مشترك في هذه القناة. أما الآن وحتى ليكون المقطع طويل سوف ندخل في تفاصيل مقطعنا بإذن الله. كما تعلمون يا إخواني الكرام غدا الخميس سوف تكون هدايا أسطورية وإضافات أسطورية بإذن الله، وأتوقع بنسبة 90% أو 100% أن تكون حملة جديدة نحصل من خلالها يا إخواني الكرام. ركزوا على كوينز مجانا يا أساطير، على الأقل 300 كوينز مجانا، وإن شاء الله من الممكن أن نحصل على اللفات مجانا في باكجات الإيبيك القادمة إن شاء الله. كذلك من الممكن أن نحصل على بطاقة مهارات اللاعبين وبطاقة ترقية اللاعبين في هذه الحملة بإذن الله، وكذلك بطبيعة الحال على جي بي مجانا إن شاء الله من هذه الحملة. إضافة إلى هذه الهدايا أساطير، غدا يوم الخميس سوف تكون باكجين نجوم أسبوع إن شاء الله، باكج نجوم أسبوع العادي والذي يكون دائما حاضر معنا، وكذلك باكج خاص بشامبيون ليغ. إخواني الكرام لقد تركت مقطع عن تسريبات هذا الباكج في قناتي يا أساطير. أما بالنسبة للباكج الجديد الذي سوف أشارككم إياه وهو باكج أسطوري، حتى ليكون المقطع طويل سوف تظل نفس الأحداث، لن نتحدث عن الأحداث يا أساطير، سوف ننتقل مباشرة إلى باكج نجوم الأسبوع الرسمي والجديد بإذن الله. كما تعلمون إخواني الكرام سوف أشارككم كل اللاعبين الذين تألقوا هذا الأسبوع. أول لاعب هو سون هيونغ مي في مركز LWF بليفل 100 داخل التشكيلة. ثم اللاعب الثاني الذي تألق هذا الأسبوع يا أخي الكريم وهو لاعب FC بارسلون ذو 16 سنة في مركز LWF بليفل 96. ثم لوكاتيلي في مركز DMF بليفل 98. داني كارفاخال في مركز RB بليفل 98 داخل التشكيلة. ثم هاري كين في مركز CF بليفل 99. ومحمد صلاح في مركز RWF بليفل 100. أتوقع أن تكون هذه النسخة لمحمد صلاح نسخة أسطورية. ثم كذلك تألق كريزمان في مركز CF بليفل 98 أو 99. كفاراتسخيليا كذلك تألق هذا الأسبوع في مركز LWF بليفل 99. ثم هالاند في مركز CF ولكن بنسبة قليلة أرشح أن يكون حاضر معنا هالاند في مركز CF بليفل 100 كما قلت. ثم آخر لاعب تألق هذا الأسبوع ولكن أتوقع نزوله بنسبة قليلة جدا وهو دون كريستيانو رونالدو في مركز CF بليفل 100 أو 99 داخل التشكيلة.